اهلين مستشفين. كانوا الشباب جايين يبلغوك من الظهر بس تعطلنا بسبب العزاء. قلت لحالي بما اني قريب ببلغك. خير، على شو بدكم تبلغوني؟ وقعوا لي هون. ها؟ وهي على الدفتر. خير، شو ها؟ مطلوب على الاحتياط. احتياط؟ انا مطلوب احتياط؟ احتياط شو؟ احتياط يعني خدمة العلم. ما بتشرح لي اياها كمان؟ فهمت انه خدمة علم، بس انا خادم. لك قربت على التقاعد من وظيفتي، انا هلا بدي اخده؟ شو بدهم يستفيدوا مني؟ والله انا مثلك مستغرب كمان، يعني انت شو بدك تعمل؟ تركض مترين بالمعركة وبتموت. لك انا اركض؟ انا خادم مرمطون بالجيش، انا كنت حاجة بمطبخ. ايه منيح، بالمطبخ ما في ركض. احتياط. معقول ابو الرود يطلع معه كل هاد امي؟ ليش شو ناقصه ابو الرود؟ مانو بني ادم وبيحس مثلنا؟ شفت طلال؟ مثل القصص والروايات مو؟ ايه والله. لك شو بده المساعد شفيق؟ ما عرفت. لك ما قلت لكم الوطن ما راح ينساني. شو؟ التغى المشروع بابا؟ ما راح نبيع البيت، اعطوك وسام. بدي اخدم الوطن. حطوك وزير عمو؟ طلبوني احتياط. انبسطت كثير. كثير انبسطت. وتساوي هلا؟ بدنا نمشي باجراءات البيت، بدنا نبيعه وندور على بيت جديد. جهاد؟ شو؟ يزن هلا رح يتخرج ورح يبلش بحياته العمليه، ونورما كمان رح تتخرج وتروح على بيت جوزها. بيبقى سلمى بتبلش جامعتها، هي ما فيها مشكله. وانت هاي السنه بدك تطلع تقاعد. بقى اللي عم فكر فيه انه انت هلا فيك تفكر شويها. فكرت؟ على بيروت ما في روحه. طيب ليش؟ إذا البيت بده ينباع، نحن شو بدنا نعمل هون؟ يا بنت الحلال، يا بنت الحلال، اشكري ربك إنه بدنا نبيعه بيع، بيع، يعني بدنا ناخذ حقه كاش ونشتري بيت ثاني، غيرنا رح يطلع بس بيواعي، بس بيواعي، طلع برات البلد ما في. لازم تفهم. مرت عمو باركوني باركوني. شو تجوزت؟ لا تخرجت. من عندك مبروك. الله يبارك فيك يا مرت عمو. مبروك. يعني هلا صار اسمي بشكل رسمي الدكتور طلال المصراوي. الله ضحتينا هلا بتنزل انسالي علينا، يخرب بيت قلبك. مبروك عمي، يعني صار معك هلا شهاده ورخصه رسميه انك تقتل بهالبشر. على راسي عمو. لا لا، انا واثق باذن الله رح تطلع دكتور متميز. عن جد عمو، يعني انت هيك شايفني رح افلح بها. شو ما كنت تحفظها؟ ما كنت تحفظها؟ اهلك هون حامي. لا شو العفو، ستة. لاحظ، هي أول مرة بنلعب مع بعض عمو. إيه لا تأخذ وشك كثير، لأني مالي اللي عم بلعب معك. واحد تاني. لك مين ربحان؟ لسه هلا بلشنا. أبو يزن. ستة. تركها البطيخة، لا تواخذينا، شو بدي؟ بدي تقلنا بالضبط وتعطينا جواب نهائي شو رح نعمل بالملحة. لحظة، سايرين مثل أبو الرود، كله بده جواب نهائي. لك شو في؟ والله لأنه يا جار نحن مقررين نساوي شيء، ونحن ما رح نساوي هذا الشيء لنعرف أنتو شو صار معك. لك نفس الشيء حكى لي يا أبو الرود، شو مفكرين بانتحار جماعي؟ حطولي بالصورة، شو بدك؟ ما بدنا نقلك. لا بدك تقولي. الله هو أكبر علينا. شوفي لا لك شغلي، أنا لو بدي أطلع من البيت كنت قلت لكم لا بدي أطلع ولا بدي طالعكم من الملحق. مليحة أمثالي، مشان الله قلونا انتوا شو بدكم تعملوا؟ بالحقيقة سالي السنة بدها تتخرج، يعني بدها ترجع على الجامعة. فنحن شو قلنا لحالنا؟ لا تقلهم بيعملوا مثلنا. شو نعمل مثلكم؟ شايفتينا أولاد صغار، انتي مضروب مخك شي. نحن من بكرة رح نبلش نفضي الملحق. فضل. ستة. ما فهمت. كأنه عم يخططوا لشي عمو. شلون يعني؟ المهم يدبروا حالهم. يمكن بدهم يعملوا شيء اعتصام قدام البلدوزرات اللي عم يشدوا الحارة. ايه، او بدهم يفجروا شيء واحد مشان يوقفوا المشروع. لك العابة. واحد. صحيح عمو؟ ايه. ستة. اشتريت طقم كنبايات. مبروك. كثير كثير حلو. انا لقيت. شو هالمسخرة هي؟ انت وياها ممنوع تنزلوا اي مشوار لحالكم بلا ما تسالوني الي او تسالوا جهاد. ماما حبيبتي اطمني، بعت لي الصورة على الواتس. شو هالحكي؟ لازم تروحي معه، هذا محتال دولي، بيكون راهن كناشي مرض مفروشات، شاف له طقم جديد وحلو بعت لك اياه، وراح اشترى هداك يا تعفيش يا مسؤول رواني. الله يسامحك يا عمو. بلا الله يسامحك يا بطيخ، بلا كشفك انا بعرفك. واحد على بيروت. شو هالطلال؟ طول بالك علي حبيبي. طول بالك عليه. مساء الخير. ها؟
منين خلقت انت؟ سمعت راه مراي. لك بابا ليش فايت مثل المخابرات دق الباب فوت بشكل طبيعي؟ مزبوط بابا، انا اسف حقك علي، بس في موضوع كثير ضروري بدي احكي معك. انا موضوع؟ انت بتعرف انه انا على وش تخرج مو هيك؟ شو بيعرفني؟ انت اللي بالجامعه. طيب بابا، انا عم فكر بس اتخرج روح اشتغل ببيروت. وليش على بيروت يعني؟ لانه بابا انتوا بدكم تنتقلوا من البيت ونورما بكره بتتجوز، فانا شو بدي اعمل يعني؟ لازم اروح ضل جنب سالي. عجبك؟ لك بابا هيك ما بصير، عيب. مو عند اول ما طب تهجوا وتتركوا البلد، ولا تعملوا البيت حجه. في ناس راحت بيوتها وضلت هون. انا مو مشان البيت بابا، انا مشان الحق سالي. شفتي لي؟ بدا التاثر بابو سالي، هي هي الاعراض نفسها. شلون يعني بابا؟ يعني ابو سالي لحق ام سالي وانت رح تلحق سالي. بابا الله يخليك، انا عم بحكي عن جد. لك يا بابا هذا موضوع جدي، بده اجتماع عائلي، مو قبل ما انام جاي تحكي لي اياه. طيب ما في مشكله، فكر على مهلك، معك للصبح. انا فكر على مهلي؟ ايش شو عم بحلم فيك ولا؟ طيب هات المخده لهون. تفضل يلا نطلع لبرا. ماشي. عمه لك شو هاد؟ معقول؟ جهاد حبيبي، هلا نحن بدنا نبيع البيت وبده يصير معنا مصاري، واساسا نحن مأمنين على الاولاد، سلمى فينا ناخذها لهنيك وتدرس بالجامعه ومو قصه. خلينا نروح ونعيش كم يوم حلوين ومبسوطين، وساعتها نحن ما نضل مرعوبين وخايفين على الاولاد ونفسياتهم. نفسياتهم؟ أنا نفسيات؟ لك كل ولد من اولادك عنده نفسيه بتهد بلد. تصبح على خير. نورما خلصيني. ليتني اجيت. اهلا وسهلا. نحن عاملين هذا الاجتماع على عائلي مشان ناخذ قرار بخص هذا البيت. وليش الاجتماع ما فيه بابا؟ لانه هذا مؤامره عائليه مو اجتماع. خرسي نورما، مؤامره شو؟ نحن عاملين هذا الاجتماع مشان نقنع ابوكم بنتائجه. هي مؤامره. اسمعوا ماما، هذا البيت رح ينباع وان شاء الله رح يجيب لنا سعر كتير منيح. فينا ببساطه بنشتري بيت تاني ونجيب معه كمان سياره ونخبي شويه مصاري. في احتمال تاني كتير حلو انه نحن ما نصرف شيء من هاي المصاري، بنخبيها معنا بنحطها بالشنطايه وبنحمل حالنا وبنروح على بيروت لعند خالتكم. بناخذ البيت اللي بدها تعطينا اياه ببلاش وبنعيش كم يوم حلوين وبننبسط بحالنا. والاهم من كل هاد انه نحن نروح لهنيك قبل ما يطلبوا لابوكم على الاحتياط. بده يصير فراري؟ اي شكل فراري، مو احسن ما يضل له شيء حتى يشكله؟ طيب امي وجامعتي كانه نسيتيها، مستقبلي هاد. ماما فيكي تدرسي هنيك ببساطه. وطلال؟ شو بطلال؟ منضبه بالشنتاي وناخده معنا على بيروت. انتوا الاثنين تخرجتوا فيكم تشتغلوا هنيك، واذا حبيتوا ماما انه تتجوزوا وتضلوا بالبلد وتشتغلوا هون كمان مثل ما بدكم. انا بدي اتشاور انا وياه. اوكي، الموافقين معي على الروحه على بيروت يرفعوا ايدهم؟ امي انا اكيد موافق، لانه اول مره عائله ابو همه بتعمل اجتماع بيكون فيه تصويت، يعني فيه ديمقراطيه. وانا بمتنع عن التصويت لان بتشاور انا وخطيبي. وانتي امي؟ امي انا حزب الاجماع. امي هي مثل دول العالم الثالث، تعا تعا روح روح. اسكت. لك عن ارفعي ايدك ماما. اوكي بالاجماع. هلا بس يجي ابوكم انا رح خبره بقرارنا. بشرفي هي امك، دولة عظمى. هلا بدها تسلخ لابوكي واحد فيتو تخليه ياخذنا ركض على بيروت. انا رح اروح خبر سالي. احكي مع طلال. جهاد شو هاد؟ شفتي لي هالشوفه؟ شلجوني. ام سالي شو هاي الغراض كلياتها؟ هدول الغراض تبعنا، لقينا لاخي يجي ياخذهم. ايه بس صعب علي يطلع لاخر طابق. إلنا بياخذهم من عندكم اسهل. ايه لانه ما عندنا اسانسير، عرفتي كيف؟ لك ما في صاحب لهذا البيت، لك استشيرونا، مستودع فاتحه بيتي انا. لك ليش نستشيرك؟ يعني جيران لبعضهم. يا حبيبتي بغرفتها فوتي لعندها فوتي. يلا وين رحت؟ وين رحت؟ حفظتهم هم يا ابو سالي. روح بابا روح بابا، لانه اخرتك مثل حكايه ذكر البط هذا. اهلين ابو سالي، اهلين. ابو سالي تحكي انت ولا احكي انا؟ تعا تعا حبيبي تعا احكي انت. شوفي جار، تفضل.
الحقيقة يا جار، يعني أنا وأم سالي بدنا نقلكن إنه جيرتكن مكسب، ويشهد الله ما شفنا منكن إلا كل خير. وبما إنه أنتوا الحقيقة مضطرين تبيعوا البيت والملحق، فنحن ضبينا أغراضنا، والحقيقة قلنا لحالنا إنه منسلمكن البيت خلال يومين بالعفش اللي إلكن. طب ليش مستعجلين يا أبو سالي؟ الله يرضى عليك، لتلاقوا بيت وتنتقلوا عليه؟ الحقيقة يا جار، يعني أنا عم بعمل بصراحة معاملة التقاعد المبكر، وبدنا نروح أنا وأم سالي نعيش عند سالي ببيروت، وأخي هنيك عنده محل فنشتغل عنده. حتى أنتوا بدكم تهاجروا؟ الحقيقة أنه سالي السنة رح تتخرج، وشغل التمثيل برا أحسن من هون، يعني كل الممثلين عدم المؤاخذة يعني عم يطلعوا من هون ويهاجروا، ونحن ما عاد لنا شغل، شو عاد نساوي يعني؟ معك حق، ما فينا نحكي شيء. والله يا جار الحقيقة نحن بس شغلة واحدة، يعني مو عازز علينا إلا إفراقكم، تعودنا عليكم لأنه خلصت؟ لك تروح دعوسي، إنا لك أحكي كلمتين مو جريدة، يلعوا قلبك شو بتحب اللعن. أنا فكرت يا جار صارت ديمقراطية وسمحت لك بهالكلمتين الحلوين، طلعت ولي. لا لا ابدا، هي ناطره مرحله الحكي الطبيعي ليخلص لحتى تتفضل وتعمل مداخلتها تبع الردح. اهلين ام سالي. تروحي سلق بالبريستو، ضيفينا شي شغله. رضا الضيف العوامي تبع طلال. عنجد؟ ايه تكرم عيونك. يعني اهلك بدهم يعيشوا ببيروت؟ ايه. وما عاد تجي لهون وشوفها انا؟ وما تشوفها انت، يعني شو بصير لك تتكرتع وقت تشوفها لسالي؟ تخيل الله، انا سالي ما في حل تضلك هون؟ مو انت قلت لي اهلك بدهم يطلعوا يعيشوا ببيروت؟ مزبوط، السلطه التشريعيه اخذت القرار بس بقي بابا ينفذ. انا وطلال قررنا نتجوز ونعيش هون، هو رح يفتح عياده وانا رح كمل شغلي هون. خير ما عملتي اختي، لانه طلال اذا بيطلع على اي دوله رح يرجعوا لهون، فيختصر الوقت ويفتح عيادته هون. لا هل طلال بتهنن. سالي انا كثير لعشتك يا زان. هلا انا كنت عم اقول لحالي انه انا اذا بدي اطلع على بيروت شو ممكن سجل هنيك فرع حلو وظريف وما له صعب. فرع السقالة. شو ام سالي؟ طبيعي يجيب الاغراض لعندي لانه كل الاغراض هدول. ما بعرف نسيتهم انا. معك حق ام سالي، معك حق تنسي، من 5 سنين مستعرتيه. انا ما بتذكر كنت هالقد هدي. مرحبا عمو. اهلين عمو. لا تقول لي عوامي. ايه شو عرفها؟ شو حاطط نارك من النار؟ بدك تموتني ولا؟ بدي شر عنك عمو. عود 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 لشو؟ تفضل. لا 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 روحي كركر، لا تدوري، هي الكرتونة كلها لي. ايه بعرف كلها لي. تفضل استعلي. انتعي من حقيقي. يلا 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 يلا. خذ اللي بدك اياه. جار؟ رجعكم. مطلوب. اه. أنا لو محلها أول ما طب بيروت جنب الغيط تطلعها باخذ واحدة لبنانية. ما بيرجع رح ينجلد على الطريق، لأن حيضلوا ساعتين وشون بوشلون. روحوا جعلك عاجل حل يضحكوني. أبو يسار حللي، نحن بهالكام يوم بهالكام يوم بدنا نروح على بيروت، بدنا لك افتح الملعب. الله الله معكم.
هي النظرة أنا بعرفها. ما شاء الله عليك يا بابا شو ذكي. معناتها جاييني خازوق مبشر من السيدة الوالدة. قال أبو همة اجتماع. شو هالحكي؟ حولتوها لمحاكمة هلا؟ لك أول مرة بتتفقوا على شغلة وقفتوا ضدي؟ بابا أنا ما اتفقت معهم وامتنعت عن التصويت. تصويت؟ ليش كنتوا عاملين جلسة نيابية؟ ايه بابا وصوتنا كلياتنا بالإجماع. وأنا بعمل فيتو. روحة على بيروت ما في. بدنا نشتري بيت هون بالشام. يلا رفعت الجلسة. جهاد نحن ما عم نمزح. طلال ونورما إذا بدهم يضلوا هون يضلوا هاي حياتهم يصطفلوا. تعرف لك عمو؟ أنت أول مرة بتعجبني. عوضت موضوع العوامة كتير. جبت لك غيرهم عمو؟ بعرف عمو بس هدول إذا كناه وحياتك لن تسمم. اصحكم بابا ها؟ شفتوا أبو سالي؟ هلأ بتسمعوا عواء من فوق دي وصل لتحت ويمكن يكتبوا على الشاهدة لقد توفي بسبب عوامة طلال. جهاد لو سمحت لبقى تغير الموضوع. شرفي لك يا حبيبتي يا رندا أنا مدرس هون بالبلد رح أرجع للتدريس. النضال ما عاد بدي إياه. أنا بدي أسكن هون وأشتغل بهدوء وروية وعندي بنتي بدي أحطها بالجامعة ودير بالي عليها. وين نسحبها؟ هدول الكم يوم اللي عم تحكي عنهم بتقضيهم كمان ببيروت بهدوء وروية وبنتك اللي هكلان همها رفعت معنا إيد على التصويت. أنت صوتي معهم؟ لعمك هي صايرة مثل أمريكا. الدول العربية مجلس الأمن شو بتقولون أمريكا بيصوتوا معها؟ بابا الله يخليك فكرنا بالموضوع. أنا هون مالي مستقبل. إذا أول اختراع بعمله صادروا لي برا ما بتعرف شو ممكن يصير. ممكن يعملوا لي تمثال. تمثال؟ تعرف إنه مرة لما كمشونا حمسونا مش الرادار مطور حلمت فيك بإحدى دول الأجنبية يمكن اليونان بيأتينا. شوف التمثال لك وانت هيك وكاتبين تحته هذا سبب انقراض البشرية. جهاد خلاص لك حبيبتي الله يخليك عم بمزح معه أنا. ليكي من هالبلد ماني طالع نهائيا. أنا بقيان هون بدي أشتري بيت صغير وأسكن هون أنا وولادي. اللي بيحب يسافر يسافر أنا ما دخلني. روح شوف اللي قاعدين برا. شوفينا اللي طلعوا بالأزمة هلا كله بده يرجع. وأنا بابا؟ أنت اللي بدك تساوي. بدك تروح على بيروت روح إذا في شغل بس. لا أنا ماني موافقة. يا حبيبتي يا حبيبتي الله يخليكي بنتك بالجامعة هلا هون. وين بدنا ناخذها نحطها ببيروت؟ يلا 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 من هدول اضحك عليه بكلمتين. لك يا رنوش بوس ايدك حبيبتي فهميني منيح. انا شو بدي غير انه تكونوا فرحانين ومبسوطين بهالبلد. يا اختي قلت لكم جربوا سنه. اقسم بالله عم بقول لك اذا ما عجبكم خلص كلياتنا منهج. خلص ماما شي مره بس ردي على بابا والله قلبي واجعني عليه. جهاد انا ما اقتنعت. ليك ابو الروض وابو سالي كل العالم رايحه الا نحن. شوف وين رجعت لي. لك يا حبيبتي هدول لهم وضع ثاني. ابو سالي بنته بيروت قلنالك بده يروح يقعد بجنبها ويدير باله عليها والبنايه خلص انباعت وبدها تنهد. وهذاك اخوه بالسويد بده يطلع لعنده. يعني مأمنين حاله؟ نحن وين بدنا نروح؟ امي خلصنا. انا رايي من راي بابا. شو بيقرر انا بقرر. وليه؟ يخرب بيتك انت دغري تراجعتي. ما قلت لك مثل الدول العربيه كلمه بتاخذها كلمه بتجيبها. احلى شيء هلا تعملنا شغله نبرئنا فيها. بعرف بدك تخلص مني بس الحديث لسه ما خلص استاذ. لك بعرف والله ما خلص. لك انت حافظك بصم غيابيا حافظك. اذا في شيء براسك بدك تنفذيه العالم كله واقف ما راح يتحداكي غصبا عنهم. هتلر ايش تيجيون بومتاكس كاعت في هتلر ايش اللي بديش كوس كارير يا داهي هتلر اوباما هتلر. بابا انا حروح خبر سالي. لا لا دخيلك لا 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 تقال لك ابني تقال. لا خليها هي تحوص تحوص هي تدق بابك هي تجي لعندك. بكره بدك تلحقها على بيروت. هنيك لا شغله ولا عامله بدها تتخرج وتصير ممثله. انت شو بدك تقعد تساوي؟ واقف ورا الكواليس بس عم تعطيها منشفه تعطيها وايه بتشوفك والله عطال بطال بتحط لك.